فإذا ما وقع ذنبا علم أن وقوع أخطر مخاطر الوقوع في الذنب الحرمان من هذه المراتب. قبل وقوع النكاء يعني هناك في ظلمات المعاصي وفي أوحالها هناك يهتك حجاب الحصانة بين العبد وبين أخطار الحياة، يعني يحال بينه الحائل الذي يحول بينه وبين الشياطين يرفع ويبقى مكشوف الحائل. أما في الطاعة ولذلك يسمى الخارج من الطاعة للمعصية يسمى إيش؟ فاسق مأخوذ من إيش؟ من فسوق الرطبة. الرطبة لما تخرج من قشرتها تقشر يقال فسقت. لما؟ لأن تلك القشرة ذيك تقيها من العطب والتلف، فإذا سلخت من قشرتها وقعت في العطب والتلف. فشبه الخارج من طاعة الله إلى معصيته برطبة سلخت من قشرتها فهي معرضة للتلف والعطب. قال فاسق، خرج من حصانة طاعة الله إلى هاوية مهالك معصية الله، نعوذ بالله.